بداية الشعب محظوظ وفرحان اللي كيقرا التاريخ ديالو بنوع من الملل وبالضجر وبالشوية عليه وكيقلب فيه وكينبش فيه. حلقة اليوم على الماريشال قيبو، واحد من الأسماء الكبيرة في مجال الفن الشعبي وفن العيطة بلا منازع، موهوب بلا قياس، عاش حياته بالطول وبالعرض في مدينة كازا في المدينة القديمة، وكاين كيسكن في زنقة الديوانة ماشي بعيد على بوسمارة، حتى مات في نفس البيت سنة 1974. كان عزيز عليه يبقى داخل أسوار المدينة العتيقة ولا يغادرها إلا الحاجة، واحد من رموز العيطة المرساوية في المغرب، حمل لقب المارشال وكان له دور كبير في صناعة أجيال من رواد العيطة اللي مشاو في نفس الإيقاع ديالو ديال تكوانجية وطبعوا بالطباع ديالو. شكون هو الماريشال قيبو؟ سميته الحقيقية هي محمد الحريزي، ولكن اللقب الفني ديالو هو الماريشال قيبو. في الطفولة ديالته كان محمد الطفل كيصنع الكمانجات بالإمكانيات المتاحة والبسيطة اللي كيلقى قدامه، وكانت لو عنده قدرة عجيبة على العزف، كيعجب جميع الشباب اللي كيستمعوا ليه وكيشطحوا على الإيقاعات ديالو. عاش حياته في درب المدينة القديمة عازف على آلة الكمان الكمانجة، من اللي تفنن فيها ولا كل شي كيعيط ليه العرسات. وحول السر ديال اللقب ديالو اللي تسمى به، يقال راه كان كيخفي وجهه في قب ديال الجلابية ديالته ملي كيغني في حفل نسائي، لذلك جاء لقب قيبو. كما تقول بعض الروايات، أما المارشال فلقدرته على قيادة فن المرساوي وتمكنه من ترويض الشيخات في ياماته كفاطمة المرينية وفاطمة المزابية وميلودة الدرنونية، لكن أصحابه يجمعون على أن الملك محمد الخامس هو الذي أطلق عليه هذا اللقب حين دعاه يوما إلى القصر الملكي رفقة المجموعة ديالو وأنصت بإمعان لعزفه الجميع، بينما يرى بعض الباحثين أن بسطاء الناس بالدار البيضاء في تلك الحقبة ونكاية بالحماية الفرنسية وهم الذين منحوا محمد الحريزي رتبة عالية من الشيخ إلى المارشال، بمعنى راه حسن من المقيم العام المارشال ليوطي، باش يأكدوا المستعمر أن المعلم قيبو محبوب إلى قلوب المغاربة أكثر من كل جنرالات ديال فرنسا. ملي كان المارشال قيبو وبسط السيطرة ديالو على الأعراس ديال المدينة القديمة بالدار البيضاء ولا مشهور، فكر رفقة الصديق ديالو بوشعيب البيضاوي وزوليغا في تطوير أدائهم والحضور في البرامج الإذاعية، خاصة من اللي تحولت الأعمال الفنية ديالهم إلى تحف، فتأسست مجموعة بوشعيب البيضاوي للغناء والمسرح وترأسها البصير العلج. حينها دخل الرجل في مرحلة أخرى سخر فيها العيطة لخدمة الأعمال الكوميدية، خاصة في برنامج رفيه عن نفسك. دخل إذاعة عين الشق عازف، وكان يبذل كيبدل الجدول ديالو، خاصة أنه ولا مشغول بالعرسات زائد أنه خدام على المجموعة الفنية اللي كان كينتمي لها، ومبقاتش فقط مقتصرة على العيطة بل شملت اختصاصات أخرين وتزاد عليها الغناء والمسرح والكوميديا. وهنا غادي يكتشفوا المغاربة الوجه الآخر للعازف المارشال قيبو قبل ما تفرق الفرقة بعد وفاة البشير العلي سنة 1962. كانت الإذاعة كتقدم الفنان قيبو في السهرات ديالها دون لقب المارشال، وهو الشيء الذي أغضبه في الكثير من الأحيان، وكان كيسجل الحضور ديالو في برامج الترفيه اللي كانت تثبت ولا كتقدم الصباح ديال نهار السبت. خلال الفترة ديال الحماية كانت الحماية الفرنسية كتصادر بعض الأعمال ديالو، خاصة من كيغني أغنية من عهد الحماية ودور المقاومة ويقول مطلعها خوتنا يا الإسلام، وهي الأغنية اللي زادت من المتاعب ديالو لا سيما بعد أن ضل بعض الخوانة والشكامة يتربصون به، ومما أغضب الرجل مصادرة الكثير من الأعمال الفنية ديالته للفرقة المسرحية اللي كان كينتمي لها من طرف الإقامة العامة، والتي كان تعتبر هذا الشيء تحريض على المقاومة، بل إنه لزم الفرش ديالو إلى من اسم الفرقة ديالو من الأعمال
ديالها من طرف المستعمر الفرنسي، وما رجعش للعمل ديالو إلا سنة 1956، أي بعد الحصول على استقلال المغرب ومن خلال الأمواج ديال الراديو. أبدع بزاف محمد الحريزي فن العيطة المرسوية بشكل كبير وغير مسبوق، مستلهما الأعمال ديالو من مشايخ اللون الغنائي. قبل ما يموت كان المارشال قيبو بزيارة لمكة المكرمة وحج، وظل حريص على وضع حد لمساره الفني واعتزل الكمانجة بعد مشوار حافل بالفن، لكن أقرب المقربين له كيأكدوا أن الرجل لم يمد يده ولم يتسول بالفن ديالو يوما لكبار الشخصيات اللي كان كيعرفها وكتعيط ليه باش ينشط الأعراس ديالهم والعائلات ديالهم، وما بغاش امتيازات مادية، وكان حريص على تعليم الأبناء ديالو إبعادهم قدر المستطاع من المناخ ديال الغناء والتمثيل. وكان بإمكانه في فترة شهرة اللي حقق أنه يشتري العديد من المنازل في المدينة القديمة والخارجية وخارجها، وبقى رافض لفكرة الاستثمار في العقار والديور، وفضل الاستثمار في الأبناء ديالو من خلال التعليم ديالهم. كانت نهايته أشبه بنهاية رفيق الدرب ديالو بوشعيب البيضاوي اللي عاش غني ومات فقير، بل إن كثيرا من الرفاق ديالو كيتعجبوا من صمت المارشال قيبو والعفة ديالو ملي كان كيتلاقى مع الملك محمد الخامس وكيسولو على الأحوال ديالو، وكيرد عليه بخجل وحياء وعفة مستورة والحمد لله. بعد الوفاة ديالو في سنة 1974 تبين أن محمد الحريزي وأن الفنان المارشال قيبو كان كيعاني بزاف من الفقر ومن الحاجة ومن كسب لقمة العيش ديالو، وكان صابر وكيقضي باللي كاين وعايش بالكفاف والعفاف والغنى عن الناس، وحتى السكن اللي كان ساكن فيه كان مجرد عقار صغير غير كريه. وملي تنبهت الجامعة الحضرية لهذه الجحود وضعت على البيت لائحة معدنية كتب عليها هذا بيت المارشال قيبو، دون أن تعلم أن هذا البيت لم يكن ملكا له مع عبث الأطفال الصغار باللوحة المعدنية. في النهاية الإنسان كيصنع التاريخ الخاص ديالو على الرغم من التأثر بظروف ديال الماضي اللي كيعيشها، والمارشال قيبو صنع التاريخ الخاص ديالو اللي ولا ثروة وطنية في مجال التراث اللامادي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.